الشعر الله يبليك بحب الشعر الله يبليك بحب الشعر انت تحمل الرسالة انت تحمل الرسالة انت تحمل الرسالة انت تحمل الرسالة ورسالة التحالف ورسالة التحالف وما يحملها من ولا ولا يحملها من ولا وما يحملها من ولا ولا يحملها من ولا وعاش الشعب عاش عاش وعاش الشعب عاش عاش وعاش الشعب عاش عاش وعاش الشعب عاش عاش ومنين صار ماشي أو باش تبقى مش موت ومية درهم تفوت فوت وست سنين تبقى مش موت وتحية نضالية لشرفاء المدينة وتحية نضالية أولاد الشعب الأبية ناس ديال بني نصار كنحييكم في هذا اللقاء المفتوح اللي كتنظموه فيدرالية اليسار الديمقراطي كتنظموه في مدينة بني نصار كنصفو لكم تحايا رفيقاتكم ورفاقكم في جميع انحاء ديال المغرب والشعارات هذه الشعارات اللي كتقال باش هاد الناس يلاحظوا الفرق بيننا وبينهم هاد الناس اللي كاينين هنايا الناس اللي عندهم الغيره على المدينه الناس اللي جايين باش يغيروا الناس اللي جايين حاملين معنا وبكم رساله ديال التغيير ولكن بكم اننا هاد العام غادي نوصلوا للمجلس البلدي بكم ومعكم غادي نوصلوا هاد العام الرساله ان شاء الله ومعاكم البلدية هذا العام الفضح الفساد والمفسدين والرشوة نديروا شعار على الرشوة غادي تعاودوا معايا غير الرشوة فيما مشيت رشوة فيما مشيت رشوة بلدية رشوة مقاطعة رشوة عند الباشا رشوة عند البولاش رشوة في السبيطارات رشوة مشيتي رشوة طالع نازل رشوة بغيت خديمة رشوة بغيت ورقة رشوة وبركة من الرشوة بركة من الرشوة واجيب الشعب راه خوا واجيب الشعب راه خوا فيما مشيتي رشوة فيما مشيتي رشوة في السبيطارات رشوة عند البولاس رشوة عند الباشا رشوة مقاطعات رشوة في المصحات رشوة في المدارس رشوة بغيتي خدمة رشوة بغيتي ورقة
ولكن غادي نقول لهم الرسالة هاد العام الجاية الرسالة قادمة. والله يبليك بحب الشعب، الله يبليك بحب الشعب. ارفعوا ارفعوا الراية. والله يبليك بحب الشعب، الله يبليك بحب الشعب. والله يبليك بحب الشعب، الله يبليك بحب الشعب. حتى تحمل الرسالة، حتى تحمل الرسالة. ورسالة التحالف، رسالة التحالف. وما يحملها من ولا، شنو بغينا؟ الرسالة. شنو بغينا؟ الرسالة. وبالوحدة والتضامن. حشومة عيب وعار، غسام ديال الموكا وتنهيم. حشومة خوم، حشومة سكينة، إوا يتمثلوني في الناس. غنهار غادي اقتراع، غادي خلاني شن مناسب. إن غاي مثل أنتي والشافة والشا أست سنين إذي كون غسان وتجيبو ذنهاني غدي ومعين. يوم إذا مغايني غاي ثما طالب غسيهم أنا تيخلع منش المناسب سيوا النش نغر حد النغني ولو مقابوك تخافي نغسو تخافي قاقو مكاب تدخل أرنوام. أسلم إلى بلينسا وغانغوالو وغانغنيش نحاش دانيتي أكينا بلاسة بلاسة كنتي ذماء ميدان نارا قيدي معارضة سبدن كوشي ماني غناس دقا ماني نكوار. هادي ودان أكاث بدات 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 نادي كنوة بدام نارا بدات نادي كنيو انا راقي قصي الحر يوضي الحر خاوم ما ريد وام ما ريد وام اش سنماي سنماي ما ضغن بالانصار سنماي ماني تيريغ ماني صدغو ما مش تعيشو انا واحد يجبو البلدية وانما حداش غلي اصلاحي بالانصار. نارا غانا 23 كيلومتر من البحر واسمان عن بحر ميولان ماني تا ممثلين غي تمثلن ولا حد وتوري حد نارا خصو غتمثل مكني ويخ بنوام سادي صناديق الاقتراع نانا 4-9 ايتما ما تريدي طما طوال من باب اوروبا حشومة عيب وعار عيب وعار يا شتوان مكوشي ويت شمبوسي ونغسل مكوشي داون بالانسان تازريمي توقيعن يا ربوان. انا اربع المدينات حسنزي بالانسان وغاسل المولي وغاسل فلونتيا واسليش نحاشد انت في الحسن زي بالانصار. حشومة حشومة ما كنا ويتي كل بور حر نهارا اتكامت بالدم افراد افراد يشانق واسمالة عدو السيهان نغس السيهان نغس السيهان ما يسمع كيد الافراد غيرار النش اريح نتشوفاش يشيش ايتما ما تاكل يكني والحر ملا انها تاكس غسنا هذا الاحياء مهمشين لا يبريدن لا السكن لا الفوت لا يمن
نهار خصك يزنبت انبدل خي جفوس سي جوضا انا حاث انا هو المنوتي كل حد يدور على الديوان يدور على مشنس معناه ان هذا الحزب بالتحديد حزب اداري ولد في احضان الاداره مرا الاداره كنا تخدمي كناو روح ذاكيس صافي نطا هاي نكز نفطس الطريقه لانه وفقا شمليح الحزب بالتحديد حزب اداري يفارق الارهاب في الشعب يفارق الاموال في الشعب يتق ميسن قانشين شعارات غير قابلة لأن تكون شعبية ثالث المسائل ويسرثة نهارا وتكتابور هذا التص نسد أنك تجمع انتخابي للائحة الرسالة للرفيق حسن الفقدي يوسف الدحمازي موساتي فيصل مجموعة الخوت دين مارة ما يمسن عنك تجمع ما يم مثل معنى مثل معنى نهار هاد الناس عنك تجمع ذي بالإنصار الخوتة ما يمي ذين ثلاثة مسرعين نهار خسان أخذ المسرع مليح ثلاثة ما يمي نقاري وذان صوت ادخل رسالة ويستنين مين زين قاري وذان خسكني وتصوت من خل رسالة ويستلاثة مين مانا وريك يوم نشدة خميني أنا يرثي البلدية ثلاثين مسرعين أولى المسائل لماذا ننادي بتصويت على الرسالة ما هو برنامج اللي كتقدموا هذه الرسالة باش تستحق الصوت ديالكم وثلاثة شنو هو التزاماتنا كونتراتا من تككيو ثلاثين مسرعين ثلاث مسائل لذلك أقول أن فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من ثلاثة الأحزاب تشترك حزب شكل موحد الطالعة والمؤتمر كيجيو للناس وأقول وهنا كندير تحدي أتحدى شي واحد يجاوبني في شي تجمع يديرو يجاوب نقول أن هذه الأحزاب تتقدم لجماهير بليزار وغير بليزار بشرف التجربة المشرفة أول حاجة هو أن المجالس اللي سيرناها ومازال في مناطق أخرى مشرفة بمعنى أن هذه الأحزاب المنضوية تحت الرسالة تجربتها مشرفة من تكمارة ديال المغرب ماني غنغر رؤساء ديال المغرب ماني غنغر المجالس ديال المغرب ماني السيادة ديال المغرب مرة تجربة لنا عجباس إيودان وسقسات سقسات ديال الجنوب سقسات دي الشرق دي بوعرفة سقسات دي بركان سقسات دي موشان مارة المسألة الأولى أننا نتقدم مرفوع الرأس لنطالب الناس بنداءنا صوت على الرسالة هذه وحدة أبدا ولهذا نشين مجموعة من الشباب يقصن غخر حار خمين توارا دي بن إنسان نكار قام ما شوى نضيف دي الانتخابات أول مرة الناس عيار عن خسار حذر الشباب من نصار الفاق العقر نسن اغاس نيري شوين الضمير هذي سيخ في الناس ما يميتك ثورك تني واخذ انتيتك نشين الجاردة من نصار تبارك الله انها ارض كاحلة خسار يرمون كار خسار دواس مشحال الملايين فقيم خواء نور الصحراء يا اخي ولهذا يوم رابع شو تنبي الأمة أتحد غا صندوق الاقتراع باش تخضع ذوي كيك غايب الدند البلدية ويخيك غاي سغوين مرد حجم تخيك الشركة انت فاوت نزيغ وذان تخدصنا وما 50,000 إذا دات خواه يقارس خلص وصير تشكين لا وما أنا راح غاوني ذا يتمثلن دي البلدية أكيد إذا ذاوي يغذني أهلا يخسر يريم يفهم يفكتور انت فاوت ما لو يفهم
تكتور انت فات مين سيفك يدافع؟ واش انسان لا يعرف القراءة ولا الكتابة يحكم مجلس بلدي ليس 85 ألف مواطن؟